ان شاء الله هنكمل النهارده بقيه المواضيع بتاعتنا اللي كنا بدأناها. لو تفتكر امبارح بسرعه كده اتكلمنا على ايه، او كنا اتكلمنا بشكل مفصل عن الماونتنج لو فاكرين كويس. وبعد ما خلصنا الماونتنج كملنا ايه، ها ازاي ثبت الماونتنج ده حتى بعد ما ريبوت. بعد كده دخلنا على ها الكومبريشن والاركايفنج بالنسبه للفايلز وبالنسبه للدايركتريز، تمام. وكنا اتكلمنا على اتنين امبلمنتيشنز تحديدا، اللي هو باستخدام الجي زيب وباستخدام البي زيب 2. حد عنده اي مشكله من امبارح؟ ها حد عنده اي مشكله من امبارح؟ حد مش فاهم اي حاجه او واقع منه اي حاجه او اي نقطه محتاجه اعيدها مره تانية على السريع؟ طيب يعني افهم من كده ان كله تمام؟ طيب ممتاز جدا. طيب تعالوا نكمل النهارده ان شاء الله الايه بقيه الكورس بتاعنا. هنتكلم النهارده عن اول حاجه خالص، هنتكلم على البروسيس مانجمنت. خلاص حد فيكم قبل كده سمع عن كلمه بروسيس؟ او معنى كلمه بروسيس اصلا يعني ايه؟ انتوا نايمين ولا ايه النهارده؟ عملية ايه؟ ايه عملية دي؟ يعني ايه عملية؟ يعني ايه بروسيس؟ ها تطبيق. طب ايه الفرق بين بروسيس وابليكيشن؟ طب ايه الفرق بين بروسيس وبروجرام؟ ها بص، بكل بساطة بكل بساطة، لو الباينري بتاعك، لو الباينري بتاعك، الباينري ده بالمناسبه ممكن يكون exe، ممكن يكون باينري فايل زي اللينكس في حاله اللينكس اللي هو كومبايلد فايل بمعنى ادق. يعني لو هو عباره عن فايل كده محطوط على الديسك لسه مش شغال، فايل بس كده موجود مش موجود، لسه ما بداتش تعمل له اكسكيوت، فممكن نسميه بروجرام. خلاص كده تمام. طيب بمجرد ما بدات ها ترنه او بدات تشغله وبدا خلاص بيكونسيوم البروسيسور واخد جزء من الرام وعامل الوكيت للريسورسز بقى اسمه بروسيس. خلاص وضحت كده؟ ماشي. طيب كلام جميل. طب يا سيدي احنا دورنا ايه كسيستم ادمن؟ هو انا شغال ديفلوبر عشان تقعد تكلمني على البروسيس دي؟ ده اللي بيكتب البرامج دي الديفلوبرز. اقول لك ايوه، بس انت دورك كادمن ان انت تمانج البروسيس دي كلها. طيب بمعنى ادق، انت بما ان مسؤوليتك ان انت تتحكم في السيستم خلاص، وتبقى متاكد ان الريسورسز بتاعته مستخدمه بشكل افشنت، معناها هتبقى مضطر ان انت تتعلم ازاي تتعامل مع البروسيس دي. مش هتكتب، انا معاك مش تكتب كود، بس على الاقل لازم تكون عارف ها ازاي تتعامل مع البروسيس دي. طيب ازاي او ايه التاسكس بتاعتك؟ التاسكس بتاعتك في التراك الاول والتاني وحتى التالت هتبقى بسيطه جدا، تمام كده. طيب زي ايه يا سيدي؟ مثلا زي ان انت ترن بروسيس، ان انت تعمل لها بوز، ان انت توقفها، ان انت تعمل لها ترمينيت لو هي مهنجه او واقفه ومش قادره مش ريسبوندنج، يعني بكل بساطه او نوت ريسبوندنج. طيب بعد كده لما ربنا يكرمك بقى وتخش في التراكات الادفانسد، لو واحد فيكم خد البرفورمانس تيونينج مثلا، هتلاقي ان دورك هيتخطى المرحله دي لمراحل اكبر بكتير. زي مثلا انا عندي بروسيس اسمها اكس، وليكن بلاش اكس، انا عندي بروسيس اسمها اوراكل، واوراكل دي بتاخد الريسورس بتاع المكنه كلها. طب انا عايز يا عم اكنترول الاوراكل دي، اقول لها انت اقصى حاجه ممكن تاخديها من الرامات 2 جيجا بس. لو حد فيكم جرب قبل كده يرن اوراكل عنده هيعرف ان اوراكل دي يعني انتنسيف بروسيس، فهيبقى دور من ادوارك بقى انت تتحكم فيها تاخد قد ايه من الرامات، لا تتخطى القيمه دي مهما حصل. مش كده وبس،
ده انا ممكن اقول لها الاوراكل نفسها كمان وهي شغاله بتكتب على الديسك بشكل رهيب، فممكن تبطئ السيستم كله. ممكن اقول لها انت اقصى حاجه ممكن تكتبيها على الديسك وليكن الريد سبيد انت يا اوراكل وليكن 20 كيلو بايت في الثانيه، والرايت سبيد لا يتخطى 10 كيلو بايت في الثانيه. طب البروسيسور ما ينفعش تاخدي اكتر من 1% من البروسيسور مهما حصل. معنى كده ان انت دورك ها كسيستم ادمن هتلاقيه في مراحل متقدمه كده، ها وصلت لمرحله معينه، يعني هتلاقي نفسك ان انت بتكنترول كل حاجه على السيستم تقريبا. بس في الاول بتلاقي ايه، انت بتتعامل مع ابسط حاجه، مع البروسيس، ان انت ازاي ترن بروسيس، انت تشغلها ازاي، تعمل لها بوز ازاي، توقفها ازاي، تعمل لها ترمينيت اللي هي الايه التاسكس، ازاي تتحكم في البريوريتي بتاع البروسيس، ازاي تديها بريوريتي اعلى. ده هيبقى دورك في الاول كبدايه بس، خلاص. فتعالوا نبدا كده كبدايه بكل بساطه. اتكلمنا قبل كده قلت لك ان السيستم بيتعامل مع كل حاجه عن طريق الرقم بتاعها، زي اليوزر بيتعامل مع البروسيس، او اسف الكيرنل بيتعامل مع اليوزر نفسه مبدئيا في الاول عن طريق رقم، الرقم ده اسمه اليوزر اي دي. نفس النظريه الكيرنل بتاعك بيتحكم في البروجرامز بتاعتك او في البروسيس بتاعتك عن طريق حاجه اسمها البروسيس اي دي. يبقى كل رننج ابلكيشن هيبقى اسمه بروسيس وهيكون له رقم. البروسيس اي دي كده ممكن نسميها البي اي دي او البروسيس اي دي، خلاص. وكل بروسيس كمان هيكون ليها بيرنت بروسيس اي دي او بي بي اي دي. طيب ايه الفرق بين البي اي دي والبي بي اي دي؟ الفرق بينهم بسيط جدا. البي اي دي هو رقم البروسيس نفسها. طب ايه البيرنت؟ هو رقم البيرنت بتاعها. طيب اما ليه اصلا محتاج اتراك البيرنت او رقم البيرنت؟ بص لسببين. اللينكس نفسه بص دي الرام بتاعتي، دي الرام بتاعتي، خلاص. وليكن عندي ابلكيشن هنا مفتوح وواخد جزء من الرام اسمه الشيل، ها ماشي. اللينكس مفتوح واخد حاجه او حاجز جزء في الرام لابلكيشن او لبروسيس اسمها الشيل، ماشي كده. طيب تفتكر لو جيت فتحت ابلكيشن زي نانو، عارف ايه اللي بيحصل؟ اللينكس بيستخدم طريقه او حاجه اسمها كوبي اون رايت. ايه الاحسن؟ يبدا يعمل اللوكيت حته بحته كده لحد ما يشغل نانو، ولا ياخد صوره طبق الاصل من دي كده يستنسخها في مكان في الميموري وبعد كده يكستمايز على قد النانو بس؟ ها ايه رايك، ايه الاحسن؟ يعمل عمليه استنساخ الاول ولا يقعد يالوكيت حته بحته كده لحد ما يوصل للي النانو عايزه؟ ها ايه الاسرع في وجهه نظرك كده، ايه الاحسن؟ الاحسن طبعا يعمل عمليه استنساخ بكل بساطه، لان لو ده مثلا كان عامل الوكيت ل 20 ميجا اوتوماتيك هياخد كابي منهم ويحطهم هنا، وبعد كده لما تحب انت يا نانو لو انت عايز ميموري اكتر خلاص يا عم زود لك زي ما انت عايز، اديله ميموري سبيس اكتر. طب لو انت عايز اقل خلاص يا عم شرينك الميموري اللي هو واخدها ديا وخليها لي اقل بس كده. دي اول حاجه. طيب ايه الحاجه الثانيه او السبب الثاني؟ السبب الثاني برضه بسيط جدا اللي هو ايه؟ بص لي كده، عمليه الكوبي اون رايت ديا، فعمليه الكوبي اون رايت دي انا عندي ابلكيشن اسمه الشيل موجود، ده اللي شغال، وعايز ارن على الشيل ده ابلكيشن اسمه نانو، ماشي. ايه رايك لما اجي اشغل نانو هل البروسيس دي، انت عارف اصلا كل بروسيس شغاله البروسيس دي بتتقطع لحتت كده، كل حته كده منها اسمها بيج او ميموري بيجز. حد فيكم عارف الحكايه دي؟ كل ابلكيشن عندك بيتقطع لحتت في الميموري، كل حته اسمها بيجز. مثلا ممكن تكون كل حته 1 ميجا،
طيب اقول لك على حاجة كمان اكبر، انت عارف ان معظم البرامج بتستخدم حاجة اسمها الشيرد لايبراريز؟ وموضوع الشيرد لايبراريز ده سهل جدا. بص الابليكيشن ده وليكن عندك الشل وعندك النانو، خلاص ده كان مكتوب بالسي وده مكتوب بالسي، ماشي كده. الراجل الديفلوبر هو بيكتب ده استخدم 20 لايبراري من السي، وهو بيكتب ده استخدم كام وليكن 12 لايبراري. فبص لي كده، تفتكر ان ده هو شغال وده هو شغال هيكون في ميموري بيجز ثابته ما بينهم، واحده زي ما هي بينهم؟ ها ايه رايك؟ اكيد اكيد هيكون في ميموري بيجز متطابقه ما بين ده وما بين ده بالظبط. طب تفتكر انا محتاج الوكيت ميموري بيجز لده وميموري بيجز لده الاثنين مختلفين عن بعض تماما، ولا احسن لك الحاجات المشتركه بينهم يحطها في كومن ميموري سبيس كده او في ميموري سبيس مشتركه، ويخلي ده يشاور عليها ويخلي ده كمان يشاور عليها؟ ها ايه احسن له؟ طبعا يخلي الميموري سبيس اللي ممكن تكون مشتركه بينهم ها يخليها مشتركه، ويخلي ده يشاور عليها وده يشاور عليها. بس في مشكله هنا، ان فرضا ان النانو ده قال لك لا يا عم انا محتاج اكتب على الميموري سبيس دي، انا محتاج اكتب في الحته دي والحته دي كانت شيرد مع الشل، ها يبقى ايه الحل في الحاله دي؟ قال لك بس في الحاله دي سيب نفس البيج الاصليه زي ما هي ما تغيرش فيها، بس افتح لي ميموري سبيس جديده يكتب بس للحته اللي هو عايز يعدل فيها. يبقى بدل ما كنت هتعمل لده ميموري سبيس وده ميموري سبيس منفصلة تماما عنه، ها خلي اللي مشترك بينهم واحد. طب لو واحد فيهم حد حب يكتب على اي حاجة من المشتركة، قال لك سيب المشتركة زي ما هي وادي له سلوت كده في الميموري صغيرة، ادي له حتة سلايس في الميموري صغيرة يكتب على الجزء اللي هو عايز يكتب عليه، خلاص ماشي. لا بعيدا عن البيجينج فايل، الميموري نفسها وهي شغاله، الميموري نفسها وهي شغاله بيقطعها حتت، كل حته اسمها بيج، خلاص او صفحه بكل بساطه، ماشي. يعني هو لما بيجي يتعامل ما بيكتبش في الميموري كلها كامله على بعضها كده، مش سايب الدنيا سايحه، لا الدنيا مش سايحه زي ما انت متخيل، تمام كده. طيب كلام جميل، يبقى عرفت ليه. طيب في الحاله دي، في الحاله دي تعال بقى نرجع بقى لموضوعنا، انا ليه بقى كنت محتاج اعرف البي بي اي دي؟ طيب هقول لك ليه، بكل بساطه انا كنت عامل الشل والنانو عندي هنج، انا فتحت النانو من مين؟ من الشل، خلاص كده النانو عندي هنج. ها تفتكر النانو ده خلاص ما عادش بيرسبوند، طيب هل اقدر اترمينيت النانو؟ اقول لك ايوه، روح ترمينيت البيرنت بتاعه اللي هو الشل ده. ها لو انت عملت ترمينيت للبيرنت، ما هو ده اصلا كان مبني على نفس الميموري سبيس او على الشيرد ميموري سبيس اللي الشل ده كان مبني عليها، فايه اللي هيحصل ساعتها للنانو؟ هو كمان ايه اللي هيحصل له؟ اوتوماتيك هيحصل له ترمينيشن او هيقف. يبقى لو ابلكيشن عندك هنج وحبيت تقتل امه في ثانيه كده، تقفل عنه ميه ونور، تقتله بكل بساطه، ها خلاص ده ما عادش بيرسبوند اصلا. فلو انت بتتعامل مع البروسيس اي دي نفسها ايه اللي هيحصل؟ البروسيس اي دي نفسها مش بتريسبوند اصلا، مش بتتكلم، خلاص هي ماتت، يعني ده كده خلاص لا يرى لا يسمع لا يتكلم. انما لو انت خلاص ده بقى اخر منفذ ليك، البروسيس اي دي انتهت، خلاص يا عم روح للبيرنت اعمل له كل البيرنت. اول ما هتكل البيرنت او هتقتل البيرنت ايه اللي هيحصل للتشايلد؟ خلاص هو كمان مع السلامه، ما الميموري سبيس اصلا انا كان الوكيتد بالنسبه له راحت، مع السلامه. وصلت؟ ها يبقى عرفت ليه انت محتاج تكون عارف البروسيس اي دي، والبروسيس اي دي مفهومه لانها البروسيس نفسها، ده الابلكيشن او الرننج ابلكيشن انستانس نفسه، خلاص. طيب ليه محتاج البيرنت في حاله ان التشايلد ده
خلاص مات البروسيس اي دي بتاعته نوت ريسبوندنج، اوتوماتيك ممكن تبعت للبيرنت تقول له يا بيرنت ها اقفل يا معلم. ها وصلت؟ يبقى انسى السيناريو بتاع ويندوز ده خالص، اللي انت بتقعد تعك بقى وبتضطر غصب عنك تعمل ريستارت. انا لسه النهارده ابلكيشن عندي هنج واروح اند بروسيس اند بروسيس، ولا عبرني ولا والله العظيم ثلاثة خلاني اشد في شعري. في الاخر خالص كان الحل الوحيد على ويندوز ان انا لازم اعمل ريستارت. لسه حصل الحكايه دي معايا النهارده، حصلت مرتين كمان. ماشي طيب نكمل بقى، نكمل. يعني ايه الكيرنل بيختاروا على اساس ايه؟ لا لسه ما اتكلمتش في الارقام، لسه ما اتكلمتش في الارقام. يبقى دلوقتي احنا متفقين على حاجتين، متفقين على حاجتين، ان البروسيس اي دي مهمه والبيرنت بروسيس اي دي هي كمان مهمه. طيب ما دام الراجل دخلني في موضوع الارقام، تعال نتفق على حاجه كمان، تعال نتفق على حاجه كمان، ان بما ان كل بروسيس ليها رقم، بما ان كل بروسيس ليها رقم، فمبدئيا اول بروسيس هتقوم عندك على السيستم اسمها سيستم دي، ودي فريل 7، ودي دايما دايما بتاخد رقم ها واحد. فريل 7 فريد هات انتربرايز لينكس 7، الاول بروسيس بتقوم على السيستم عندك اسمها سيستم دي او سيستم ديمون، ودي دايما بيكون البي اي دي بتاعها كام يا عم؟ واحد. خلاص طيب امال فريل 6 كان ايه اللي بيحصل؟ في 6 وما قبل اول بروسيس عندك بتقوم كان اسمها انت، ده فريل 6 وريل 5 وما قبل، وكانت برضو بتاخد رقم واحد. ماشي كده؟ يبقى خليك فاكر دايما فريل 7 اول بروسيس بتقوم اسمها سيستم دي، وفريل 6 اول بروسيس بتقوم اسمها انت. ماشي كده؟ طيب كانت بتعمل ايه سيستم دي او كانت بتعمل ايه انت؟ كل هدفها في الحياه ان هي تنده على بقيه ها السيرفيسز اللي موجوده عندك على المكنه. يعني سيستم دي وانت هي مين بروسيس موجوده عندك، بروسيس رئيسيه موجوده، هي اول واحده بتقوم اول ما الكيرنل يقوم. اول ما الكيرنل كده بيبدا يقوم اوتوماتيك هو بينده على سيستم دي او بينده على انت. خلاص ماشي. طيب لسه لما اجي لك امر انت وكل الكلام ده، لما اجي لك للتارجتس او سيستم دي تارجتس، او لما اخش كمان واشرح لك الفرق بينها وبين انت واقول لك ان انت كان عندها حاجه اسمها ران ليفلز، فما تسبقش. خلاص خلينا نتكلم على البروسيس من غير ما نخش في تفاصيل سيستم دي النهارده خالص. لسه سيستم دي جاي اول يوم في الادمنستريشن ان شاء الله، اول يوم في الادمنستريشن، هو غالبا يا بكره يا بعده. خلاص فايه بلاش نخش في تفاصيل ملهاش اي قيمه دلوقتي، لان هنجيلها بالتفصيل الممل، وهناخد الران ليفلز بتاعتها والتارجتس بتاعتها. بص هدلعكوا فيها يعني، او اطلع عينيكم بكل بساطه. طيب كلام جميل. طيب يا سيدي، طب بقيه البروسيس هو هيبدا بقى يالوكيت مع نفسه، بقيه الارقام هيالوكيت الارقام مع نفسه. خلاص ماشي كده. طيب كلام جميل. طب انا عايز اشوف البروسيس اللي موجوده عندي على السيستم يا عم، انا عايز اشوف البروسيس اللي موجوده. والله عندك امر كده اسمه بي اس، بي اس اختصار ها للبروسيس، وبي اس لوحده كده هيجيب لك الكرنت راننج بروسيس من التيرمينال اللي انت فيه ده بس. تاني عندك امر اسمه بي اس هيعرض لك الراننج بروسيس ها من التيرمينال اللي انت فيه بس. طيب ايه كمان؟ طب الاول لو عايز تجيب من كل التيرمينالز ها، لو عايز تجيب من كل التيرمينالز ممكن تقول له كده بي اس اي، بي اس اي هيجيب لك كل الرننج بروسيس من ها، كل الرننج بروسيس منين؟ من كل التيرمينالز اللي موجوده عندك، او من كل الشل تيرمينالز اللي موجوده عندك. بص لي كده هتلاقي كل بروسيس اللي موجود ها بي اي دي، شايف؟ وده رقم البروسيس اهو، ده رقم البروسيس اهو. خلاص
ايوه مفيش داش للاوبشن ده برضو، مفيش داش. وفي بعض الاوبشنز معاها داش عادي، هوريك النسخه دي وهوريك النسخه دي، هوريك نسخه بداش ونسخه من غير داش. طيب بص لي كده كمان، لما قلت له بي اس ومعاها ايه، ها ايه اللي حصل؟ عرض لك من كل التيرمينالز اهو، قال لك عندك تي تي واي واحد اهو عليها كذا، وعندك من بي تي اس 0 في كذا، ومن بي تي اس 1 في كذا، شايف؟ يبقى ده البروسيس اي دي، بعد كده شغاله من انهي تيرمينال، من انهي تي تي واي، بعد كده الستيتس بتاعتها، بعد كده التايم بتاعها واخده وقت قد ايه من البروسيسور عشان تتنفذ، وبعد كده اسم البروسيس نفسها او الكوماند اللي شغال ده، ماشي؟ طيب ممكن تقول له كده كمان اوبشن اي يو اكس، وده بقى بص يعني هيعرض لك كل حاجه. تعالى كده اوريك بي اس اي يو اكس ده، وتعالى انفذ الكلام ده. بص عرض لك ايه كل البروسيس اللي موجوده عندك على السيستم، شايف؟ كتير قوي اهو، بي اس اي يو اكس، شايف؟ اول حاجه عندك هيعرض لك مين اليوزر اللي مشغل البروسيس دي، مين اليوزر اللي شغل البروسيس دي اهو، شايف؟ وبص البي اي دي بتاعها ايه، ها بص البروسيس اي دي، بص اول بروسيس بتقوم عندك على السيستم، بص اسم البروسيس دي ايه، ها سيستم دي، خدت بالك؟ ها خدت بالك؟ ماشي كده. طيب هقول لك على حاجه كمان، هتلاقي عندك كمان مع البروسيس اي دي البروسيس دي واخده قد ايه دلوقتي من، ها من البروسيسور، مش كده وبس، وبتستهلك قد ايه كمان من الميموري. ماشي، هتلاقي برضك كمان البروسيس دي في حاجات كده يعني مش لازم تهتم بيها دلوقتي في التراك ده خالص، زي واخده قد ايه من الفيرتشوال ميموري، واخده قد ايه من الريزيدنشال ميموري، مش دورك تعرف الحاجات دلوقتي خالص. في تراك البرفورمانس تيوننج هتلاقي ده بالتفصيل ممل عندك يعني خلاص، وايه الفرق بين دي وبين دي، وايه الفرق بينها وبين الفيزيكال ميموري، شغلانه يعني خلاص كده، ما علينا. المهم نعدي دي كده بس، نخطها. ودي شغاله من اي تي تي واي، لو مش شغاله من أي... يعني بص مكان التي تي واي، لو التي تي واي مكانها فاضي، بص كده ايه اللي هيحصل، ها هتلاقي علامه استفهام، عارف ده معناها ايه؟ ان هي شغاله في الباك جراوند، ان هي شغاله في الباك جراوند، خلاص ماشي كده. طيب كلام جميل. بعد كده الستيتس بتاعتها، وهوريك دلوقتي كل الستيتس اللي موجوده على او كل ستيت خاصه باي بروسيس، اس اس معناها ستارت سليبنج، هوريك دلوقتي امثله. طيب اشتغلت الساعه كام؟ اشتغلت في الوقت ده. طيب الوقت بتاعها واخده قد ايه من البروسيسور دلوقتي، من الشغل بتاعها واخده من السي بي يو تايم ثانيتين اهي. طيب بعد كده البروسيس رقم 2 برضه اللي شغالها الروت اهي، تقريبا مش واخده اي حاجه خالص، ودي هي الكيرنل ثريدنج ديمون، كي ثريد الكيرنل ثريدنج ديمون، ماشي. طيب تعال ننزل كده تحت كمان شويه، كل دي بروسيس موجوده عندك على السيستم، كل دي بروسيس موجوده اهيا اهيا اهيا. ممكن اوريك حاجات انت ممكن تفهمها يا سيدي، زي مثلا ماشي. بص لي كده مثلا، راحت فين؟ بص انا مسطب في ام وير تولز عندي، انا مسطب في ام وير تولز عندي على المكنه دي، بص كده، ها الروت اللي بيرن دي، الروت هو اللي بيرن البروسيس دي، وده البروسيس اي دي بتاعها، واخده قد ايه من البروسيسور، واخده قد ايه من الميموري، ها ده الفيرتشوال ميموري والريزيدنشال ميموري، وبعد كده شغاله كباك جراوند بروسيس. بعد كده اس اس ال، هوريك دلوقتي ايه اس اس ال ده. وبعد كده ها ايه اللي موجود، اشتغلت امتى، واخده قد ايه تايم من السي بي يو، وبعد كده اسم البروسيس. عندي البايثون شغاله اهي كمان، عندي وليكن الاس اس اتش كسيرفيس، الاس اس اتش دي
الاس اس اتش ديمون شايفها اهي. طيب كلام جميل، تعال نشوف كده اي بروسيس يوزر عادي بيشغلها. تعال مثلا هنا كده واقول له تعال اعمل لوجن من تيرمينال تاني واشغل اي حاجه واشوف السيستم هيجيبها ولا لا. بص كده بي اس اي يو اكس مرة تانية. انا عندي هنا اس يو كده لمصطفى، حلو جدا ممتاز. تعالى هنا كده بص ايه اللي ظهر عندي المرة دي. ها قال لك انت عندك راجل اسمه مصطفى، مصطفى ده رن بروسس الرقم بتاعها 5539 واسم البروسس دي ها باش، شايف؟ والراجل ده بيرنها من انهي تيرمينال؟ بيرنها من التيرمينال اللي اسمه بي تي اس 2. بي تي اس 2 فاكر لما قلت لك بي تي اس ده معناها ان انت عامل ايه؟ ان انت يا اما عامل لوجن ريموتلي يا اما عامل لوجن من الجرافيكال يوزر انترفيس. خلاص كده؟ طيب كلام جميل. طب واخده قد ايه من البروسيسور دلوقتي؟ 1.2%. واخده قد ايه من الميموري دلوقتي؟ ها 1/10. طيب بص لي كده، لو انا عايز اوقف البروسيس دي، شايف الراجل ده شغال اهو وبيعمل ال اس وكل حاجه تمام معاه، الباش شغال معاه. بص لي كده، لو انا حبيت اوقف البروسيس دي هقول له ايه كده؟ عندك امر كده اسمه كل، كل وادي له رقم البروسيس 5539. روح للترمينال الثاني كده ايه اللي حصل؟ بص كده لا ده لسه شغال يا عم، ده لسه شغال. ها حد عارف ايه اللي حصل؟ ها كل لما تحب تستخدمها بتستخدمها عشان توقف بروسيس شغاله في الباك جراوند. يعني انت عندك بروسيس موجوده، البروسيس دي عايز توقفها، ماشي؟ طيب كلام جميل. لا ما احنا ده عباره عن كوماند بترنه على طول مباشره، كوماند بترن على طول. طب ليه السيشن دي ما وقفتش؟ هقول لك دلوقتي، استنى بس على رزقك، استنى على رزقك. ليه ما وقفتش وازاي افورس الكلام ده؟ ده هو ده لب الموضوع. طيب تعالى كده عشان اوريك، بس عشان اثبت لك، عشان اثبت لك لا اكتر ولا اقل. هفتح لك الجرافيكال يوزر انترفيس وهثبت لك. خلاص كده هفتح لك الجرافيكال يوزر انترفيس وهثبت لك. بص لي هنا، الباسورد بتاع الراجل ده تعال نغيرها. تعال نفتح كده فايرفوكس للراجل ده. خلاص كده هفتح فايرفوكس للراجل ده. تعال هنا كده بي اس اي يو اكس مرة تانية. ها فين فايرفوكس للراجل ده فتحها؟ بص دلوقتي مصطفى لما فتح الجرافيكال يوزر انترفيس، فاكر لما كنت بقول لك ان الجرافيكال يوزر انترفيس ده حاجة مميتة؟ بص بمجرد بس ما فتحت الجرافيكال يوزر انترفيس كام بروسيس اتفتحت باسم مصطفى. بص كده شايف انا ما فتحتش اي حاجه بس على الجرافيكال يوزر انترفيس، تخيل. شايف قد ايه اتفتح؟ كل دول اتفتحوا باسم مصطفى، تخيل المصيبه. عشان كده كنت بقول لك ان الجرافيكال يوزر انترفيس ده كارثه، ماشي؟ طيب ما علينا. المهم الراجل ده فتح فايرفوكس اهيا، اهي فايرفوكس مفتوحه عندي اهي، شايف؟ طيب انا عايز اقفلها له، عايز اقفلها له هعمل ايه؟ انا البروس اي دي بتاع هقول له كده كل 6331. ارجع تاني كده ايه اللي حصل لفايرفوكس؟ شفت ايه اللي حصل لها؟
ايه اللي حصل لفايرفوكس؟ خلاص يا معلم، مع السلامه. طارت، اتعمل لها كل، اتوقفت خلاص نهائي. خدت بالك؟ اهو تاني كمان مره. فين فايرفوكس هنا؟ اهيا، هقول له كده كل 6 5 3 6. ارجع تاني هنا كده، مع السلامة يا ريس. خدت بالك؟ ها، يبقى لو عايز توقف اي بروسس شغالة ممكن تستخدم الامر اللي اسمه، ها، الامر اللي اسمه ايه؟ الامر اللي اسمه كل. حلو، ممتاز جدا، ممتاز. طيب بص لي بقى كده يا سيدي، هو كل ده بيعمل ايه؟ كل ده بيعمل ايه؟ بيوقف البروسيس، صح؟ طيب فرضا انا عندي بروسيس غبيه جدا، البروسيس دي مش راضيه يحصل لها كل، البروسيس دي مش راضيه يحصل لها كل، ها، هل ممكن افورس البروسيس دي ان هي تتقفل غصب عنها؟ هل ممكن اعمل لها فورس؟ ايوه. هو على فكره كمان بالمناسبه عايز اقولك على حاجه، انت لما عملت الامر كيل ده، الامر كيل ده بيعمل ايه؟ بيبعت سيجنال للبروسيس يقول لها يا بروسيس يا اللي رقم كذا اقفلي. وصلت؟ يبقى كل لما كنت بتستخدمه كان بيبعت سيجنال بس كده للبروسيس. طيب هو انا ممكن ابعت سيجنال تانية للبروسيس؟ اه. طب اصلا ايه كل السيجنالز اللي موجودة عندي؟ ممكن كده استخدم كل داش ال عشان يوريك كل السيجنالز اللي موجودة. كل داش ال بيوريك كل السيجنالز اللي موجودة، زي مثلا سيجنال هاب، سيجنال انتربت، سيجنال كويت، سيجنال تراب، سيجنال تيرم. بالمناسبة لما تقوله كده كل وبعد كده رقم البروسيس زي 6 5 3 5، فاكر لما عملنا كده من شوية، ده الديفولت سيجنال اللي بتبعتها لأي بروسيس اسمها سيك تيرم اهيا، اللي هي رقمها 15. ده الديفولت لما بتستخدم ها الامر اللي اسمه كل، بيبعت سيجنال اسمها سيجنال ترمينيت، يعني يوقف بكل بساطة. سيجنال ترمينيت دي بنت ناس قوي، بنت ناس جدا يعني، لما تروح تقول له كل كده اوتوماتيك بيختار سيجنال 15 اللي هي سيجنال ترم دي. سيك ترم دي بتروح للبروسيس اي دي اللي تديها له تقول لها والنبي يا حاجه لو سمحت اقفلي. فطبعا لو عندك بروسيس مجرمه قله الادب تيجي تقفلها ولا هتعبرها، بروسيس دي معنجه وخلاص على كده، وهي وقفت بقى انتهت، مع السلامه. طب ينفع تتعامل معاها بشكل غير لائق بقى؟ يعني بص تديها على وشها بقلم وتخليها تقفل غصب عنها، تطير رقبتها غصب عنها؟ ايوه. ممكن تبعت ديدلي سيجنال، سيجنال مميته زي سيجنال رقم 9 مثلا. شايف السيجنال دي؟ سكل، شايف اسمها اصلا؟ اسمها في حد ذاته اصلا مرعب. سكل كل، هطير رقبتها على طول، مش هيتفاهم معاك. خلاص؟ طب استخدمها ازاي يا عم؟ كنت اقول له كده كل داش 9، قول له بس رقم السيجنال دي. كل داش 9 وبعد كده رقم السيجنال، وليكن 6 5 3 مش عارف 5، ايا كان الرقم بقى. خلاص؟ تعال اوريك امثله دلوقتي، هوريك امثله دلوقتي حالا. لا بس ممكن تعمل الياس بقى، مش هينفع تغير الديفولت لان ده هارد كود في الابلكيشن نفسه، بس ممكن تعمل الياس تقول له ان كل ده هو عباره عن كل داش 9، ساعتها كل ما تستخدم الامر اللي اسمه كل اوتوماتيك هي ايه؟ هينفذ كل داش 9. لا مش مطلوب منك تحفظ دول كلهم طبعا ولا اي حاجه من الكلام ده، 99% من اللي انت بتبقى محتاجهم هو يا اما ده يا اما فين؟ ده يا اما ده. سيج هاب ده كده ممكن اوريه لك كمان كام يوم. سيج هاب ده بيخلي البروسيس تعمل ريريد للكونفيجريشن فايل. سيج هاب ديا بيخلي البروسيس تعمل ريد للكونفيجريشن فايل، وهبقى اوريك عليه مثال كمان كام يوم. فانا بقول لك اهو اللي انت محتاجه بس كده، ها ايوه، بقيت السيجنالز دي ليها معنى.
لا مش نفس الاستخدام، ليها معنى بس انت مش محتاجها، لان اللي بيستخدم السيجنالز دي الديفلوبرز. خليك فاكر انا قلت لك في الاول انت مش ديفلوبر، يعني انت عندك سيجنال مثلا زي سيجنال باور دي، انت هتعمل بيها ايه كسيستم ادمن؟ خلاص سيجنال تشايلد، ها عشان تران تشايلد او عشان اقول لك ايه تبدا تشايلد من البروسيس دي، انت مش محتاج تعرفها اساسا. خلاص كده كل اللي انت محتاجه سيجنال هاب، او كل اللي انت محتاجه في الكورسات اللي انت بتاخدها دلوقتي سيجنال هاب رقم واحد، سيجنال 9 سيجنال كيل، وسيجنال 15 سيجنال ترمينيت. تمام كده، محتاج منك ثلاثة تكون عارفهم بس. سيجنال هاب بتريلود الكونفيجريشن فايل، سيجنال هاب بتخلي البروسيس دي تريلود الكونفيجريشن فايل بتاعها، ده رقم واحد. الحاجة التانية سيجنال 9 ها بتقتل السيجنال غصب عنها، دي بتديها بتحكم عليها بالإعدام مباشرة، بتطير رقبتها. سيجنال 15 بنت ناس بتوقف البروسيس او بتحاول توقفها بشكل مؤدب شوية. ها حد عنده اي مشكلة في كده؟ حلو جدا. طيب بص لي كده، عايز اوريك الفرق بس بين سيجنال كيل وسيجنال تيرم او ترمينيت. تعال لي هنا كده يا سيدي وهفتح لك فايرفوكس مثلا. فايرفوكس ده مثال محترم يعني. نصغر دي كده شوية عشان تشوف الفرق، ونشد الحاجة دي هنا كده اهو. انا فتح فايرفوكس اهو، تمام كده، وفتحها بالراجل اللي اسمه مصطفى. تعالى كده اعمل PSAUX، ادي فايرفوكس هي ظهرت عندي خلاص، واقول له كده كل، لو جيت اقول له كل فايرفوكس 6 9 كام 20 اهو، ايه اللي حصل لفايرفوكس؟ اتعمل لها كل، بس لو كانت فايرفوكس دي اصلا مش ريسبوندنج خلاص ماتت. ها لو كانت فايرفوكس دي مش ريسبوندنج ولا هتعبرك، هتفضل واقفه مستنيه، هتفضل واقفه مستنيه خلاص. طيب او ماشي، افتح يا عم هنا. اهين فايرفوكس اهين، هقول المرة دي كده كل داش 9 7 1 3 3 7 1 3 3 خلاص مع السلامة، ما اداش فرصة اساسا. بالمناسبة قلت لك الديفولت سيجنال ايه رقم 15، مش لازم تقوله داش 15. ثانية واحدة، الراجل ده عمل حاجة غريبة جدا او بيسأل سؤال غريب جدا. يبقى لازم تستخدم 9 على طول صح، مش لازم 15 صح؟ دي نتائجه كارثية عليك لما تستخدم دايما سيجنال 9، ده له نتيجة كارثية. عارف ليه؟ لان سيجنال 9 ده قلت لك ها بتعمل ايه، بتطير رقبة البروسيس من غير ما تسألها اساسا. طيب لو انت عندك بروسيس كانت بتكتب حاجة على الديسك ولسه كل حاجه انت عايزها تتكتب ما اتنقلتش للديسك، ايه اللي هيحصل؟ اوتوماتيك هيحصل داتا لوس خلاص. لكن لو انت كنت قايل له سيجنال 15 هيسالها الاول يا حاجه والنبي اقفلي، فلو كانت لسه بتكتب حاجه هيديها فرصه ان هي تكتب الحاجه دي. لكن لو انت رحت قفلتها كده من غير ما تتفاهم معاها ايه اللي هيحصل؟ ها خلاص هيحصل داتا لوس عندك ماشي. فانت مش معنى ان سيجنال 9 دي بتريحك وبتقفل اي حاجة معناها ان انت تستخدمها على طول، ما تبقى هي الديفولت اوبشن بالنسبة لك، لا دايما حاول تستخدم سيجنال 15. والله اشتغلت خير وبركة، خلاص بقى البروسس عندك واقفة بقى ومزرجنة خلاص، يعني
وقفت خالص مش هضطر اعمل ريبوت بقى، لا استخدم سيجنال 9 هتخلص معاك سيجنال 9، بس ما تخليهاش الخيار الاول بالنسبه لك. ماشي؟ ها وضحت الحكايه دي؟ حد عنده اي مشكله؟ كلام جميل. الوورد الوورد تحديدا او برامج مايكروسوفت اوفيس تحديدا ليها وضع مختلف شويه. خلاص ليه ليها وضع مختلف شويه؟ لان الوورد ما بيكتبش على نفس الملف لما بتيجي تعدل فيه. الوورد بيعمل تمبوراري فايل يكتب فيه، فلما الوورد بيجي يبدا مره تانية بيروح يبص على التمبوراري فايل، هل كان في ملف تمبوراري فايل بنفس اسم ملف قبل كده؟ لو كان موجود ها اوتوماتيك بيعمل ايه؟ بيريلود التمبوراري فايل اللي كان موجود ده. عشان اثبت لك ده تعال عندي هنا كده، وليكن تعالى يا سيدي افتح لك اي ملف وورد هنا، اي ملف وورد. اهو شايف كده، ده ملف وورد اهو، فتحت ملف الوورد ده تعال اكتب اي حاجه جوه كده. المفروض يكون ظهر عندي من غير اي حاجة يعني. طيب هو على طول بيظهر اساسا، انا معذبني من كتر الظهور. طيب استنى عليا بقى كده. عايز اجيب هذا، عازب نفسي لي اعمل لي سيف كده للملف ده للبي سي اهو ديسكتوب. تعال حطه على الديسكتوب هنا اي اسم. ادي الملف اهو، بص كده اول ما فتحته ايه اللي حصل؟ شايف؟ بص ايه اللي حصل. فالوضع في برامج مايكروسوفت مختلف تماما عن بقية اي برنامج تاني او عن بقية البرامج التانية اللي موجودة، لان في مايكروسوفت اوتوماتيك بيكتب في ملف تمبوراري. فانت حتى لو عملت له ترمينيت، لو عملت له ترمينيت بشكل غبي طيرت رقبته، هيفضل نفس الكلام موجود زي ما هو. ماشي؟ وصلت؟ لكن انا بكلمك على البرامج العادية. خلاص؟ فالبرامج العادية دي ايه اللي هيحصل لها؟ هيحصل فيها داتا لوس. ماشي؟ هي مايكروسوفت عارفة ان البرنامج بتاعها كارثي، فعشان تريح دماغها وتريح الزبون بدل ما هو كل شوية يهنج ويحصل فيه مشاكل والناس بتقعد تشتكي، راحوا عاملين الحكاية دي. تمام كده؟ طيب كلام جميل، نرجع بقى لموضوعنا. طيب عايزنا اديك مثال على كده؟ والله يا عم تعالى اديك مثال. بصلي كده ال اس عندي كده. طيب نانو كده لملف اسمه تيست. تعالى سيف الكلام ده. اهو انا سميته باسم اي اس. اهو عندي ملف باسم غريب وكتبت جواه شوية حاجات. مش في مشكلة كده؟ طيب فتحت تاني بنانو، لو جيت اقول له كده بي اس اي يو اكس، ها بص لي كده، بص لي كده ايه اللي حصل؟ نانو موجود اهون. حلو، تعال وقفه كده كل
للأمر اللي اسمه نانو دون اللي هو 7-3-7-6. بص ايه اللي حصل، ايه رأيك؟ خلاص البرنامج قفل وخرج رجع للترمينال تاني. البرنامج قفل وخرج رجع للترمينال تاني. طيب تعال افتح نانو كمان مرة اهو، وتعالى بي اس اي يو اكس مرة تانية، وتعالى المرة دي كده هقول له كل داش 9. المرة دي بقى هديله ديدلي سيجنال زي سيجنال 9 دي 7-4-8-3. بص لي كده ايه اللي حصل المرة دي، انت واخد بالك ايه اللي حصل؟ اتقفل برضه، بس بص ايه اللي حصل، ها لسه لحد دلوقتي لانه مش حاسس ان هو رجع للترمينال. شايف؟ لسه بقيه ال اقول لك ايه الكلام اللي كان معناه لسه ظهر على الترمينال. بالمناسبه هو رجع للترمينال خلاص، يعني نانو اتقفل، نانو اتقفل بس ما كانش حاسس بايه. ايوه لسه دمه بيسيل، الله يفتح عليك. تاني اهو، بص الفرق لما ابعت له سيجنال عاديه ولما ابعت له ديدلي سيجنال. كل كده لسبعة أربعة تسعة خمسة. بص أهو لما بتقفله بالشكل العادي بيديله فرصة إن هو ياخد نفسه، لكن لما بتقفله بشكل غبي شوية، ها إيه اللي بيحصل؟ ما بيلحقش يا عيني. إيه؟ ما بيلحقش إيه؟ ياخد نفسه زي ما بقول يعني. طيب كلام جميل، لحد دلوقتي واضحة الفرق بين كل وبين كل داش 9 او بين السيجنال تيرم والسيجنال كل؟ ها حد عنده اي مشكله او في الفرق بين السيجنال دي والسيجنال دي؟ تمام كده؟ طيب كلام جميل. طيب يا سيدي اللي بعده، اللي بعده دلوقتي، ها بالمناسبه قبل ما اعدي اي حاجه، قبل ما اعدي اي حاجه، انا قلت لك ان بي اس دي ممكن تقول له كده بي اس اي يو اكس، ممكن تعمل كده لو عايز تشوفها كلها في صفحة واحدة. فاكرين لس والبايبس؟ ها فاكرين البايبس ولس؟ انا بحب الشكل ده جدا، عارف ليه؟ لانه بيسمح لك تتنقل، ها تطلع فوق وتنزل تحت بدل ما تقعد بقى بالماوس كده تنطط بيه وتطلع عينيك. شايف؟ تمام كده؟ طيب كلام جميل. ما هو انت بتتعامل مع البروسيس، يعني انت عامل مع نانو اهو ونانو وقف خلاص بقى نوت ريسبوندنج خلاص. زائد ان انا هوريك دلوقتي الستيت بتاعت كل بروسيس ممكن تكون ايه او ايه او ايه. ثانيه واحده بس عليا، في عندك امر كمان حلو قوي اسمه بي اس داش اي اف، وداش اي اف ديا تعال استخدمه كده مع لس، هيبقى شبه بي اس اي يو اكس بس هيوريك كل بروسيس مين البي مين البروسيس اي دي ومين البي بي اي دي. ها خدت بالك؟ شايف الفرق بينهم ايه؟ هنا هيوريك مين اليوزر، البي اي دي، البي بي اي دي، بعد كده الستارت تايم ايه، وبعد كده الانتيتي واي، وبعد كده خدت قد ايه من البروسيسور، وبعد كده الكوماند نفسه. كلام جميل. بس بص وراك ايه هنا، البي بي اي دي. طيب انا انت قلت لي يا عم اول بروسيس بتقوم على سيستم بارقامها واحد، امال ايه البي بي اي دي صفر ده، ومين البي بي اي دي صفر ده اللي بينادي على سيستم دي وبينادي كمان على الكيرنل ثريدنج ديمون؟ ها عارف ليه؟ لان اللي بينده على سيستم دي هو الكيرنل نفسه، الكيرنل نفسه هو اللي بينده عليها، عشان كده هيظهر لك البي بي اي دي بكام؟ بصفر. وصلت؟ يبقى البيرنت بتاع سيستم دي، ما هو اللي نده عليها اصلا الكيرنل، يبقى البيرنت بتاع سيستم دي هو مين؟ هو الكيرنل نفسه. خلاص؟ بالمناسبة بيسموا سيستم دي فريل 7 او انت، ها فريل 6 وما قبل، هي البيرنت اوف اول بروسيس، هي البيرنت اوف اول بروسيس. خلاص كده؟ طيب مين اللي بينده على سيستم دي كمان مره؟ الكيرنل نفسه، الكيرنل نفسه اللي بينده عليها. طيب ايه العلامه دي؟ قلت لك العلامه تي تي واي دي معناها ان هي باك جراوند بروسيس، دي ديمون، دي شغاله كديمون، شغاله في الباك جراوند.
العلامه دي كده معناها ان هي شغاله في الباك جراوند. خلاص، ايه الباك جراوند؟ 5 دقايق بالظبط وهتعرف الفرق بينهم، او اقل من 5 دقايق كمان، 3 دقايق بالظبط. ماشي كده؟ ماشي. يبقى والله عندك طريقتين تتعامل معاهم، يا اما تقول له بي اس اي واكس، يا اما تقول له بي اس داش اي اف. تمام. واهم حاجه عندك وانت بتتعامل هيكون مين مثلا دي كده، مين اللي بيرن البروسيس، واخده قد ايه البروسيس اي دي، كمان اسم اليوزر، البي اي دي مهم جدا بالنسبه لك، واخده قد ايه من السي بي يو. لو عندك بروسيس بتاكل من السي بي يو كتير قوي، بتاكل من الريسورس بتاعتك، وبتاكل من الميموري برضو بشكل كبير جدا، ها ساعتها هتضطر تبص على هي واخده قد ايه من البروسيسور والميموري بتاعتك. وصلت؟ يبقى احيانا مش هتبقى المشكله عندك ان البروسيس مش نوت ريسبوندنج بس، لا، ممكن تكون انت مشغل مثلا كروم عندك او فايرفوكس او اوراكل او اي بروسيس بقى بمعنى ادق، والبروسيس دي واخده كميه ريسورسز رهيبه، فانت عايز توقفها دلوقتي عشان تسيف ريسورسز. كروم مثلا يا سيدي، ها وديك ابسط مثال في الدنيا، كروم ده عندي بياخد 4 جيجا من الرام تقريبا، انا عندي 12 جيجا، كروم حرفيا بياخد 4 جيجا، تخيل. فبيخلي الواحد يلطم، يعني كروم لوحده واخد اكتر من الاوبريتنج سيستم كله على بعضه. حلو. فساعتها اعمل له ايه؟ هروح ابص واخد قد ايه من الميموري، واخد قد ايه من البروسيسور. ماشي. طيب، هيوا اكلته المفضله الرماد. بينهب في الرماد بصراحه. طيب، كلام جميل. ارجع بقى او نرجع تاني، يبقى مش لازم تكون البروسيس عندك مهنجه او واقفه او نوت ريسبوندنج عشان تقول انا هعمل لها كل، مش شرط على فكره، والله مش شرط خالص، ده ممكن اصلا تبقى شغاله زي الفل بس واكله الريسورسز، فانت هتضطر برضو تعمل لها كل. فما تضيقش الدنيا على نفسك وتضيق تفكيرك، فكر بشكل اوسع يعني. طيب تعالى كده نعمل كيو كويت. حلو جدا. في عندك امر كمان بقى ابن حلال قوي اسمه بي اس 3 بروسيس 3، وده هيعرض لك البروسيس في شكل 3. بص كده هيقول لك مين اللي بدا مين. تعالى كده اعمل ده كده واخده على لس. بص لي كده، قال لك سيستم دي، سيستم دي فتحت مين؟ ها مودم مانجر، بعد كده نتورك مانجر، نتورك مانجر فتح دي اتش كلاينت عشان ياخد اي بي ادرس من الدي اتش سي بي، فتحت كمان الجنوم ديسبلاي مانجر اللي هو راح فتح الاكس اورج الجرافيكال يوزر انترفيس بتاعك. ما علينا. طيب شايف، فتحت كمان هي اللي ندهت على الاس اس اتش دي، الاس اس اتش دي فتح الاس اس اتش ديمون، بعد كده فتح منها الباش، بعد كده فتح منها لس مع بي اس 3. شايف اللي هو الامر نفسه اللي انا بنفذه، خدت بالك؟ شفت؟ يبقى بي اس 3 هيعرض لك البروسيس ها في شكل ايه؟ في شكل 3. ماشي كده؟ ده امر برضو بسيط جدا. ماشي؟ طيب كلام جميل. يبقى عندك دلوقتي، عندك دلوقتي ايه؟ كل اللي احنا خدناه النهارده لحد دلوقتي 3 اوامر. طيب اللي بعده يا سيدي، بص لي كده كمان، ممكن تقول له كده في عندك امر كمان اسمه بي جريب، وبي جريب ده ابن حلال قوي. بي جريب ده، تعالى هنا كده، تعالى هنا يا سيدي، افتح لك فايرفوكس اهو. بي جريب كده فايرفوكس، شايف؟ بي جريب بيعمل بروسيس جريب، او بيسيرش على البروسيس، على البروسيس نيم يجيب لك البروسيس اي دي بتاعتها. تاني، كلمة جريب اصلا يعني سيرش، تمام كده؟ فبي جريب معناها بروسيس جريب، لما تديله اسم اي بروسيس بيروح يجيب لك البروسيس اي دي بتاعتها. وصلت؟ فساعتها انت ممكن تقول له ايه؟ كل كده لمين يا عم؟ للبروسيس دي. بص لي، ارجع لي هنا تاني كده، ايه اللي حصل لفايرفوكس؟ اتقفلت اهي. شفت ايه اللي حصل؟ وضحت؟ ها
تمام كده. يبقى لو عايز تسيرش على بروسيس باسمها برضو مفيش مشاكل، ممكن تسيرش زي الفل. طيب تاني بيكريب، والمفروض تقول له اسم البروسيس اهي. طيب بيكريب دي بقى يا سيدي فيها خازوق جامد جدا جدا جدا. بالمناسبة احنا عملنا كل صح، ممكن تقول له كمان بيكل كده واسم البروسيس. بيكل واسم البروسيس هيروح يعمل ايه؟ هيعمل كل عن طريق البروسيس نيم مش عن طريق البروسيس اي دي. خلي بالك ده فيه خازوق جامد جدا جدا عندك. عارف هو ايه؟ فرضا انت فاتح اكتر من انستانس للبروسيس دي. اديك مثال، فرضا انت فاتح اكتر من نوت باد، ها خليك في مثال الويندوز العقيم، فاتح اكتر من نوت باد ورحت انت رايح قايل له اقفل لي النوت باد، هيقفل انهي واحد فيهم كلهم؟ لو قلت له بالاسم هيقفلهم كلهم. عشان كده لما تستخدم كل حاول تستخدمه مع ها البروسيس اي دي وليس البروسيس نيم. وصلت؟ ها وصلت؟ عشان لو عندك اكتر من انستانس لنفس الابليكيشن ما توديش نفسك في داهيه. تمام كده؟ طيب كلام جميل. لو عندك انستانس واحد، والله لو عندك انستانس واحد اعمل بي جريب، وبعد ما تجيب بي جريب شوف البي اي دي بتاعها واعمل لها كل، او ممكن تعمل على طول كده بي كل وتدي له الاسم. لو انت متاكد ان هو انستانس واحد خلاص يا عم ادي له على طول الاسم وايه واعمل له بي كل. وضحت؟ ها حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله؟ ها اللي عنده اي مشكله يوقفني. طيب كلام جميل ممتاز جدا. طيب اللي بعده يا سيدي، تعالى كده روح للجرافيكال يوزر انترفيس. وحلو الجرافيكال ده كده، انا ما بعملش بيه اي حاجه، انا مجرد بجرب مع ابلكيشن بس. هوريك حاجه كده، بص لي هنا كده، لو جيت فتحت كده فايرفوكس، انا جيت فتحت فايرفوكس عندي ماشي، فتحتها من التيرمينال، بص ايه اللي حصل، ايه اللي هيحصل دلوقتي. فايرفوكس فتحت، هتقول لي لا يا عم مفيش حاجه غريبه يعني، فايرفوكس فتحت، اقول لك ايوه، بس بص كده، بص التيرمينال ايه اللي حصل له، ها بص ايه اللي حصل، اللي حصل التيرمينال، التيرمينال فضل محجوز. طب لو جيت عملت كنترول سي هيعمل ايه؟ وقف فايرفوكس، وقف فايرفوكس. طب هو بذمتك ده عقل يعني؟ معقول ان انا كل ما افتح ابلكيشن اهو هفتحه مره تانية، معقول ان انا كل ما افتح ابلكيشن من التيرمينال هيفضل حاجز للتيرمينال دون؟ طب انا عايز اشغل ابلكيشن من التيرمينال بس ما يحجز ليش التيرمينال ده اهو، يعني انا عايز اعمل كده، انا عايز اشغل الفايرفوكس بس ما تحجزش التيرمينال، فانا ممكن اخلي فايرفوكس ترنم الباك جراوند تاني، لا مش تفتح واحد تاني، لا وانت لما تيجي ترن الابليكيشن بس ضيف له في الاخر علامه الاند دي، اند دي معناها ها رن الابليكيشن ده فين يا سيدي، رنه في الباك جراوند اهو. تعالى كده جرب، ها يا عم فايرفوكس بص كده ايه اللي حصل، التيرمينال رجع وفايرفوكس ايه اللي حصل لها، فتحت هي كمان، شايف؟ هتقول لي ما هو اتحجز اهو، اقول لك لا لا اضغط بس انتر كده شغال اهو. ايه رايك فايرفوكس فضلت شغاله؟ شغاله اهي والله، ممكن تعمل اللي انت عايزه اهو.
تمام كده؟ ها وضحت؟ يبقى لو عايز تشغل اي ابلكيشن في الباك جراوند كل اللي عليك تعمله ها ضيف بس الاسم الابلكيشن في الاخر علامة الاند دي لا اكتر ولا اقل. وضحت؟ طيب كلام جميل. طيب حلو قوي. فاكر لما قلت لك تعال اقفل كده فايرفوكس؟ فاكر لما قلت لك انت ممكن تستخدم اي امر في الدنيا هترنه كده ها؟ او لو جيت عملت كده ls داش lr للسلاش فاكر الامر ده كان بيعمل ايه؟ فاكر الامر ده كان بيعمل ايه؟ كان بيلست كل الملفات اللي موجوده عندك على الفايل سيستم تمام كده؟ فبص كده فاكر لما كنت بقول لك كنترول زد بتعمل بوز للامر ده؟ بص كنترول زد قال لك ايه؟ قال لك ستوبد. ستوبد هنا مش معناها انه وقف، لا معناها ان هو بوزد. الامر ده بوزد بس اهو خلاص. طب لو عايز ترجعه مره تانيه للفور جراوند ها كنت بقول لك تستخدم الامر اللي اسمه اف جي. بص ايه اللي حصل؟ بدأ يكمل تاني. طب كنترول زد كمان مرة وقف مؤقت. طيب اف جي اهو وصلت. طيب كنترول سي كان بيعمل ايه؟ كان بيكل الامر ده. كنترول سي خلاص كل الكلام ده تمام كده. طيب بص لي كده، اما انت قصدك ايه؟ او انت مش عارف انت السؤال بتاعك انت عايز تعمل ايه؟ بص انا عايز اعمل ايه. انا رنيت دلوقتي فايرفوكس ورنتها في الفور جراوند، اسف في الباك جراوند، ينفع بعد ما رنيتها في الباك جراوند ارجعها للفور جراوند مره تانية؟ يعني هي دلوقتي مش حاجزه الشل صح؟ اهي مش حاجزه الشل. طب انا ينفع ارجعها تحجز الشل؟ انا غلس وعايز ارجعها تحجز الشل تاني، ها ينفع؟ الاول قبل ما اعمل كده هو انا ممكن اعمل لها بوز دلوقتي؟ راحت فين يا سيدي؟ اهي تعالى كده اجيب فول سكرين. بص كده ادي فايرفوكس عندي اهي شغاله اهي وزي الفل، وممكن اروح كده للترمينال تاني واروح لريد هات ببراوز والدنيا تمام معايا. حلو ها. ممكن اقول له كده الامر اللي اسمه جوبس. الامر اللي اسمه جوبس ده هيعرض لك الابلكيشنز او البروسيس اللي بترن في الباك جراوند، شغاله في الباك جراوند عندك. قال لك عندك فايرفوكس واخده باك جراوند نمبر، خلي بالك ده الباك جراوند نمبر وليس البروسيس اي دي، ده رقمها في الباك جراوند رقم كام ماشي كده. طيب ينفع ارجعها للفور جراوند؟ اقول له ايوه. بص لي كده ممكن اقول له كده اف جي فور جراوند وادي له الامر ده 100% واحد او 100% وبعد كده رقم البروسيس في الفور جراوند او الباك جراوند اهو. بص كده شغاله اهي لسه، بس بص ايه اللي حصل اهو بيفتح لي اهو هو. شغال زي الفل، بس بص لي فايرفوكس ايه اللي حصل لها دلوقتي؟ رجعت تحجز الشل مرة تانية. ها يبقى كده رجعت تحجز الشل مرة تانية ولا لا؟ اهي شفت ايه اللي حصل؟ ها ايه رأيك؟ طيب انا عايز ارجعها مرة تانية، انا عايز ارجعها مرة تانية للباك جراوند، عايز ارجعها مره ثانيه للباك جراوند. هقول لك بسيطه جدا، اعمل لها كنترول زد بوز. بص لما تعمل لها كنترول زد اصلا ايه اللي بيحصل؟ انا بحاول افتح تيرمينال او بحاول افتح تاب تاني، خلاص وقفت، وقفت خلاص مع السلامه، وقفت خلاص. طيب لو جيت تقول له كده جوبس هيقول لك ايه؟
البروسيس دي حالتها دلوقتي ستوب، واقفه مؤقتا. ممكن تقول له كده بي جي او باك جراوند، وبعد كده رقمها في كباك جراوند بروسيس. بص ايه اللي حصل لها، رجعت اشتغلت وفتحت التابس اللي كنت طالبها منها كلها مره ثانيه. اهي ايه رايك؟ يبقى اي بروسيس عندك، اي بروسيس ايا كانت، سواء انت شغلتها في فور جراوند الاول ممكن ترجعها تاني للباك جراوند، سواء انت شغلتها في الباك جراوند ممكن ترجعها للفور جراوند. الموضوع بسيط جدا. عايز تعمل لها بوز، استخدم كنترول زد. كل الامر اللي انت محتاجها بي جي عشان تشغلها في الباك جراوند، اف جي عشان تشغلها في الفور جراوند، جوبس عشان تلست كل الجوبس اللي شغاله، مين كمان يا عم؟ ها كنترول زد وكنترول سي عشان تعمل ايه؟ ها كنترول سي عشان تعمل ترمينيت، وكنترول زد عشان تعمل بوز. ها حد عنده اي مشكله؟ ها حد عنده اي مشكله؟ يبقى لو قلت لك دلوقتي عندك سكريبت، السكريبت دي بتاخد باك اب من الداتا بيز، ممكن تعمل لي بوز للسكريبت دي وهي شغاله؟ ها لو قلت لك تعمل لي بوز تقدر؟ طب تقدر تشغلها في الفور جراوند؟ طب بعد ما شغلتها في الفور جراوند ينفع ترجعها للباك جراوند تاني؟ ها ماشي كده؟